قلت لك كيفاش عليك هاد هو الكلام عليا. حليت الباب عطاني تقلب صافي. كيقول لي قال حس بيه كيقول لي جبدي. قال كنقول لي بعد ما جبد انا على كفايه كنقول لي بعد ما جبد يضرب. دخل الدنيا عمري ميت هو يسعد الله على البنت ولا شنو كان يجيو كاع باش عرفتها. درت بحال هكا درت ليا في يدي وقتي وقدر قيطع مطول بيك بغات تموت ولدك وبنتها دار لي عا غوتي والله عشت نوض عليه غوتي ضربها ضربها رجع مرت ولدي تاهي ما خدمش متل دوار راه الباق بدا متصور مرت ولدك دابا شنو عندها مرت ولدك مشى دير سكانير عندها داروا غرزات ومشى سكانير مضروبه في الراس هي مضروبه في الساعه في العصر والبنت الصغيره شنو وقع لها؟ مازال باع جات عاد رفعت داواوها شنو كطلبي من المسؤولين؟ ها؟ شنو كطلبي من المسؤولين؟ شنو؟ كطلبي من المسؤولين شنو كطلبي منهم؟ عرفتيش تقولي لنا هذا السيد هذا اللي ضربك؟ شنو تقولي له تجي تعتقل؟ الناس يديروا خدمته اللي دارها الله اللي دارها المخت هي اللي كنا دارها مقدار الله ما نتوقع فيها عايشنا واش نقول؟ أنا دارها مخدم عاون واللي ما دارهاش مخدم نتوقع عايشنا أنا 81 عام عندي نتوقع عايشنا عندي ابن أم حنون وأنا طبيب الرماحي يجيبك شي فماش لا 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 ما سمعت والو ها جيت غير جيت من الجامع شفنا الغوت مشينا طلعنا لقينا هذاك السيد مضعومه وهذي انتوما جيران لهم انتوما جيران ديالهم انت سمعتي الصداع لا صداع طلعنا للجوات ودخلتي عندهم اي مع شي هذا فين بالضبط سعود قال شي 10 ولا صليت صلاه العشاء ومن وراها 10 انتوما ما شفتوش كيفاش داير لا لا ما عرفتوش وصلت المنطقه لا لا ودي ما نكذبوا على ربي تما جات البلاصه هذه ما فيهاش مشاكل اول نوبه تلقاي هذه اول مره أنا راه ملي قلتي لي هو دخل صاحبي